خير الشرطي هون دخل على إجرية ورافض إنه يشلح بوته وبيبلغ إنه هون مش مسجد وهون مش المفروض يشلح من إجره بالمرة. بعد ما طلبنا منه أكثر من مرة إنه يشلح بوته رافض. شايفين المسجد كيف دخل على السجاد من الباب هذا مباشرة له واقف بوته. لا شو مدفع بعفيت مش شيء مرت الخبر كودم دبرت ما عرفت أخشاف. كين سلام كوفي. مرحبا سلام. أنا يودا. بس ما تعال ما تعوسة زي لطوف. ما تعوسة زي لطوف. لا ما لطوف. لا لطوف. تزيد لي. تقولي أنا لا. أنا بس أستقر. أنت يأخذ استكير ما غديلة. ما شاء الله أنت يأخذ استكير. لطوف. ما زى. أنا أخذت ما شاء الله. أنت يأخذ ما بس استكير. لو مكان. طلع يا جماعة الخير هيا شرطة إسرائيل بتقول لك باحترام الأديان طلع كيف بدخل على بوته عماله بدخل وعماله بتعنطر وبتحدى عماله كل المسلمين بتحدى عماله بدخوله للمسجد في بوته وبأسلوبه السيء جدا. تفضل يا عالم تعال تفرجوا شو بيصير باب الرحمة تعال تفرجوا شو بيصير بالمسجد الأقصى. هاي هي الشرطة هذه هي الشرطة وهذا اللي بتسويه عماله سجاد ولا سجادة إلا دعس عليها وعماله بتعص سجادة سجادة وبتحدى وبتحدى عمال مش ولا إشي تمش ولا إشي ولا إشي تقيم له لا ما تقوم بيس ولا إشي تقيم له أخري شي يتسين أعسين لك أيون أخري شي يتسين هل تتسين شو مضبع أخري شي عبرده كل شي عبرده شكاكي يا طبعا وصول مجموعة من الشرطة على أساس إنه يعني حاجة شايفين هذا هو الشرطة الضابط اللي بيستفز كل مشاعر المسلمين هو واربع خمسه شرطه معه دخولهم على المسجد بحذيتهم هذا هي الشرطه هذا اللي بيسووه